سيدي ساكن هنايا في 87. لان دابا ما عمره جا شي واحد قال لي ودي هذه راه الارض ديالي او لا شي حاجه. وكاين انا ما بنتي بالرخصه بالحق الجيران اللي لاسكن فيا بنا بالرخص بالرخص ديالهم كلشي. وعندنا الموده وما قالولناش اذا الناس يا ودي هذه الارض الناس حنا ما نعطوكم لا ما لا ذا لان ما كلشي عندنا خاص لان نوضحوا للسيد شنو كاين لان حنا كنعترفوا لان ما عمره شي واحد قال لنا هذه الارض ديالنا. اليوم الجلسه شنو جلسه؟ دابا اليوم جلسة ثلاثة المرات وحنا نجو كان هنايا كاين الأربع يا آخر والأربع واليوم ثلاثة هما ثلاثة الجلسات كاينين. شنو المطلب ديالكم؟ الطلب ديالنا حنا الدور ديالنا لأن الإنسان إذا كان يعني في أمل لا عنده العش وجيتي خسرتي له العش شنو المصير ديالو؟ شنو غيكون في المصير ديالو؟ غيكون المصير ديالو وإما الله يحفظ إلا قدر الله ما فعل. الثالثة وجينا نحتجوا على هادشي اللي وقعنا حنا، راه ما خرجيش باش ما حكمت، حكمت بالإفراح حنا ما خرجيش حتى نموتوا تحت الديور ديالنا، ما خرج حتى واحد ما خارج، كلشي كيموت على قال لك بنادم كيموت على أرضه وعلى بلاده وعلى ولاده، ما كاين حتى واحد ما يخرج من هنايا واخا تكون باش ما حكمت، حنا ما خرجيش، صافي هادي السكينة كلشي كيقول حتى واحد ما خارج، باش ما بغات تكون تكون، بالموت بالحياة باش ما بغات تكون، صافي، حنا ما خصناش التعويض. إلا كانوا يعطيونا التعويض ما عندنا ما نعملوه به، حنا خصنا الحومة الشوك، حنا كنموتوا على الحومة الشوك، راه ماشي سهلة بنادم سنين هو عايش، دابا حنا داك بنادم كبير، محنا، حنا بنادم كبير مساكن يلاه يرتاح قال صافي سالي تكريدي سال الدار ديالو، طق طق طق، خروج أرض موالينا، في كنتي شحال هادي، كنتي ناعس، تخرج المونديال عاد بانت لك الحومة الشوك، بالك تعمل الاستثمار ديالك العقار ديالك، وسير أخا يشوف العمل العقار ديالو في شي جهة أخرى، حنا ما خارجين شي، حتى واحد ما خارج. وكل دار ساكنين فيها 10 14 ديال الناس اللي ساكنين ذوي احتياجات خاصه، ها اللي مريض، ها اللي مسكين، علينا يقتلوا لنا رجال كبارين، علينا يموتوا الغدايد. كانه حنايا مافيا نزلنا في هاد الارض، ما حناش مغاربه. حنا رحنا مغاربه وشارين بالواجبات ديالنا وبالكواغط ديالنا ومخلص انت انتظام الوطني ومخلص الماليه وبنينا وجات اعاده الهيكله الحي والجماعه عدلت الاناره وعدلت الثلوق وعدلت الويدان. ويلان دابا هادي اخر ساكن 60 سنه 70 سنه عاد الصباح هاد السيد هذا كيقول الملك ديالو وانه هو كان رئيس الجامعه ديالنا وحنا كنصوتوا عليه وحنا كنطلعوه ودابا عاد الصباح ميقطع الامل من الحومه وتخطى بالعربيه تاع عرب ما بقاش دي والو في الانتخابات ناض من هاد الحي هادوم ياكلوا. هادشي اللي كاين راه حنا ماشي مستولانا، حنا رحنا مغاربه ومواطنين وفي ارضنا وماشي يجي يقول لنا هذه الارض اليهود ولا الارض هذه ولا بن هذه. احنا رحنا مغاربه ماشي هكا، احنا يا شر من الواجبات ديالنا بالوثيقات ديالنا ببنينا بمصالح ديالنا وهذه الناس نزلوا علينا من السماء للارض. واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا الى خرجتي هذا حتخرج كل شيء ويا حي واحد. هاد الناس هادو ما عرفناهمش ما ينزلوا علينا وهاد الناس هادو كانه السيبه في البلاد. شوف انتبه عندك الحي من راس القاع الربع طنجه عاد جيت هاد الهنتينا بالسكن يا خوي فين عاد يمشي هذاك البشر هذا؟ فين عاد يمشي ذاك البشر هذا؟ واش هادو كيبغيو يخلوا الاستقرار في البلاد؟ هادشي زعما اثر فينا بزاف ماشي غير شويه. حنايا الشيوخ ديالنا في السبيطار الناس في الخطر الناس في الخطر والله العظيم في الخطر. حنايا كثر من 60 عام وحنايا هنايا فين كانوا هو فين؟ هاد الشركه فين كانت؟ خصنا نعرفوها فين كانت؟ الله يرحم والديكم الله يجازيكم بخير. حنا في السكينه غنبقاو كان او ما كان حنا في السكينه غنبقاو، حنا ما خصنا لا تعويضات ولا حتى شي حاجه، حنا خصنا السكينه. هذا الاستاذ اللي هضر هذا الاستاذ ديالهم قال بانهم من حقهم يقولوا الارض ديالهم هذا هو ولكن ساكن هو تما يعطوه يعطيوه الدار ديال يبغي يخرجوا من الدار ديالو ما يمكنش لا يمكن اخر. شوف هاد الناس في الاول حنايا مرشح ديالنا جينا نصوتوا عليه جمعنا في قاعد علال جمعنا في قاعد علال كلينا واحد جوج الحلوات وواحد كاس العصير قالنا شوف انا صوتوا عليا وكانوا يزربوا الارض مقابر كانوا كيزربوا قال شوف الا طلع الحزب ديالنا احنا هاد الارض مقابر عندي خليها لكم وعندو نعطيو في اتجاه اخر. الارض مقابر باعوه وصوتنا عليه ادينا الواجب من نهار اللي صوتنا عليه ما شفناه ما شفناه قلنا الارض زعما عادي خليها مقبره. اليوم المقبره ما عندناش كيهزوا اللي قديم ويعملوا اللي حي
المراه واحد المراه السيده جات تزور الراجل ديالها جبرات القبر القبر باقي طري اللهم هذا منكر داو المقابر جربوها دابا جاونا الساكنه دابا جاونا الساكنه الحي هذا لا يمكن لا ما نتفقوش عليه اسيدي ما نتفقوش عليه حنايا نموتوا على ارضنا نموتوا على بلدنا احنا بلد الحق والقانون اش كنا المحاسبه من خص المحاسبه المحاسبه المسؤولين المرشحين والبرنامج هو جوز جد بالمرحله بالولايات في برنامج وثلاثه الولايات في المجلس البلدي وهالشي كامل شكون هذه اللي هاي الكلام من شكون عطاه شكون جابه والله يا ودي شنو هذا دابا هالشي هذا طاح هذا مخصوص جوز في مكتب التعديل صراحه انه احنا عندنا الحق والقانون الدوله الحق والقانون انه طيحوا بقيمه هذا المغرب احنا كنا مالكا وشعبا ها بعد يسنا هاي شوف كيف وقع الزلزال يكون الزلزال الشعوب كان هيدا اليوم بغا يفرقوا هادو ما خلاو الاعداء يكونوا فينا الاعداء المغرب خلاهم يعمروا من بين الشارع في موضوع الدعوه الذي كان رائجا اليوم هيئه الدفاع هيئه الدفاع مطمئنه تمام الاطمئنان لا لشيء الا ان لانها تؤمن بعدالة قضية ساكنة حي بن كيران وتؤمن بأحقيتهم في هذا الحي. ثانيا حينما درسنا في إطار هيئة الدفاع التي أمامي الملف وجدنا وجود مجموعة من الخروقات التي شابت إن الشركة المدعية أو الدعاء. تصوروا معي إخواني الأعزاء على أن الشركة المدعية عندها شكل قانوني معين هي شركة مساهمة في حين على أن السجل التجاري هو شركة ذات المسؤولية المحدودة مما يؤكد على أن الأمر فيه خطب جلال احنا ملي كنقولوا في هيئة الدفاع ورجال القانون خطب جلال يعني على أن الإشكال لم يعد بسيطا وإنما الإشكال هو إشكال عويص وعويص الأمر الذي دفع بالساكنة ونحن من ورائهم إلى تقديم شكاية للوكيل العام في الموضوع وقد أدلينا بها للسيد قاضي الأمور المستعجلة السيد رئيس المحكمة الابتدائية تماما بالضبط لان الشركتين معا لا الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ولا الشركه ديال شركه المساهمه ولو ان نفس التسميه لا يوجد هناك تطابق ما بين الشركه الاولى والشركه الثانيه يضيف الى ذلك على ان هناك خروقات عديده شابت يعني تحويل الشركه من شركه المساهمه الى شركه ذات المسؤوليه المحدوده خطب كبير يتعلق ربما بالزوريه والذي ستكشفه القادم من الايام ان شاء الله تعالى